السلام عليكم. صدرونا الخيارات يا ابو هدر، ما خلوناش ولا حبة. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. انا شو بقدر اعمل لكم يا جماعة؟ ها؟ كيف الحكي هذا يا ابو ادم؟ انت لازم تساعدنا نرجع الخيارات، انت رئيس المجلس وبسمعوا كلامك. انا يسمعوا كلامي؟ ها؟ يا حجي مش سامعين كلام الاكبر مني. والله اذا ما رجعناهم جوزي بيطلقني. لا حول
طب انتوا شو اللي وداكم على الحزب لحالكم؟ مش عارفين اليوم اغلاق والجماعه مشددين كثير؟ كان استنيتوا ابني باخذ بضاعتكم وديها على الحزب. ما انا قلت لهم بس ما حدش رد علي. اكيد كله من ابو العريف والاستاذ ابو تليد. شو مالك؟ استاذ على الكل. سلامتك. ابنك يا ابو ادم. ماله حجة؟ ما ابنك ما انت عارف واحنا مجربينه، كل يوم طلعنا بحجه، يوم مريض ويوم مشغول ويوم عنده امتحانات ويوم يجينا باخر النهار، ولا لا؟ يعني بصراحة يا أبو آدم واخذ مني شمال كلمة، ابنك مش خارج الشغلة. هلا مش التراكتور ملك الجمعية؟ مزبوط. إذا ابنك ما عندوش وقت، يسلمني مفتاح التراكتور وأنا بوصل الخضرة على الحسبة. لا لا يا أبو تريد، هذا التراكتور أمانة برحمتي، مش مين ما كان بقدر يسوقه. بعدين إذا لا سمح الله عملت فيه حادث ولا صار إشي، مين بده يتحمل مسؤولية؟ مش أنا؟ ولا مؤاخذة، أنت معك تصريح حواجز؟ لا، بس شو الحل؟ الحل عند عمي ابو صالح. انا عارف يا جماعه ليش انتم رافضين تتعاملوا معاه، ما كل الفلاحين مريحين راسهم، بلف عليهم الصبح وباخذ محاصيلهم وبدفع لكل واحد حقه. انا بقول اذا بدكم تريحوا راسكم مالكم مش غير عمي ابو صالح، بضل احسن من الشحطه على الحواجز. ابو صالح؟ انتم مسكين انه ابو صالح راح ياخذ خيار من البلدي بالسعر اللي بدنا اياه؟ وليش لا؟ ليش لا؟ انا بعرف وهذا باخذها شغله بتراب المصاري. لا يا استاذ، أنا بقول مش غلط يا جماعة نميل على أبو صالح، وبعدين زي ما أنتم عارفين أبو صالح حركة سهلة وبعرفه كثار. طبعاً طبعاً ما هو واصل. أو في حدا بيقدر يتحرك بالطوق غير أبو صالح؟ بس حرام عليك تحكي على الزلمة هيك، والله لولا أبو صالح ما عرفنا نزرع شتلة، كل شي بنريده للأرض بيوصلنا إياه على باب الدار. هو صحيح غالي شوي بس مريحنا. أنا موافق نحكي مع عمي أبو صالح، أنت على كل شي بتوافقي ونوكل عمي ابو ادم يفاخر في الموضوع. لا انا بحكي لكم مع عمي ابو صالح، هو بيسمع كلمتي وعمره ما فشلني في شيء. طبعا ليش فشلك؟ مش انت زلمته؟ طب يعني يا استاذ ابو دليل هل كنت شو برايك الحل؟ انا بقول بدل ما نروح لابو صالح شو رايكم نفعل الجمعيه؟ احنا فيش وانت فيش، هالحين مش وقت الجمعيه، هالحين الحل عند ابو صالح. بعدين هاي الجمعية جربناها لا بتحل ولا بتربط. على الفاضي. ها شو قلتوا؟ لا وانا عارف، يعني انا بقول يا استاذ ابو دليل بلكي منجرب ابو صالح، نتوكل على الله مرة على الله. دحبور تعال معي نحكي مع عمك ابو صالح. توكلنا على الله. تنسوش يا جماعة اليوم المهندس الزراعي جاي معاه ضيوف مهمين، بلاش تتأخر. طيب يلا يلا يا استاذ ابو دليل توكل على الله منا غيره. والنعم بالله يا حاج. حسابي زي ما اتفقنا. وشو بالنسبة للنايلون؟ نعم نايلون جيم زي دائما ما باخذ. ما عندكش الا باء؟ الباء اغلى شوي، ما توفيش معي.
أقول لك ابعد بابا أسلك هالمزارعين شوي. بدي أحكي لك رح يوصلني 100 صندوق خيار بلدي من اللي بيحبوا قلبك. لا مش مرشوش بالمرة، شو الدعوة؟ السعر ولو إحنا رح نختلف على السعر. 25 شيكل الصندوق. نعم غالي. اي والله 22 علي يا سيدي. بتموت 20 20 ولا يهمك، لو بحط من جيبتي ما زعلكش. لتراؤوت نحيميا. الو نحيميا، بدي اذكرك التصريح تبعي بيخلص بعد يومين، بدي تصريح جديد زي دايما 00 يكون. والله انك ابن حلال يا نحيم. لتراؤوت حبيبي. اهلا يا دحبور، اهلا، هل الخير؟ هلا يا ام ياسر، يعطيك العافيه. الله يعافيكم. هالبركه، خذ مني. ساعدها. خذ عن ام سامي. الله يقيمك بالسلامه يا ام سامي. الله يسلمك. توم ان شاء الله، توم. ان شاء الله يا رب. اهلين. هلا ابو ادم رئيس مجلسنا الطيب الخير. اهلا اهلا بك، اهلين. يعطيكم العافيه. عافية. أبو آدم وين باقي المحصول؟ هذا كل شيء يا أبو صالح. نعم هذا خيار بلدي يا أبو صالح، شلبي زراعة طبيعية. الصندوق منه بعشرة من بالسوق. زراعة شو؟ زراعة طبيعية. عمرك سمعت فيها يا أبو صالح؟ الله يعطيكم العافية وربنا يطرح البركة. دحضور الجماعة كم صندوق جابوا؟ 50 صندوق يا معلم. 50 في 10 500. كرمال عيونك بس يا أبو آدم. يعني 10 على الصندوق يا أبو صالح؟ بالسوق بالباع 7 شيكل الصندوق. بس هذا زي ما حكيت لك خيار بلدي، بلدي بلدي. كله خيار زي بعض. يا ابو صالح انت مصدوق، هذا خيار واللي بالسوق بتسميه خيار. يا خميس صايم اربع على خميس، يعطيك العافية. يا ابو صالح هذا الخيار بدوروا عليه دواره في الحسبة. صحيح. يا ام سامي انت عمرك رحت الحسبة وشفتي كيف تنباع الخضرة؟ بعدين انا مالي، تسقوا مي بتديروا عليه المجاري، تسقوا كولا، الخيار بيظلوا خيار. لا تقول لي هذا خيار اشقر ولا خيار اخضر. يا ابو صالح افكر كيف الحكي، شو شاب طز لا مرحبا. تسلمت امي. هذا الخيار البلدي مثل الخيار اللي بجلتني مرمى بالسوق. يا جماعه انا مش فاضي، بعتوا ولا ما بعتوه؟ لا والله ما بعتوه. انا مش بايع. اعطيهم الحبيب احسن. هذا ادم وحده. الله يا جماعه وحده. مش حكي الحين، مش وقتونا نتفاوض مع ابو صالح. خلونا لكن معاه حل وسط. اسمع يا ابو صالح. تفضل يا ابو ادم. شو رايك تاخذ منا الصندوق ب 12 شيكل؟ لا بتظلمنا ولا بنظلمك. انا مش راح افشلك وبتضلك رئيس المجلس. بس اللي انا مش فاهمه، ليش انتم ما بتديروا بالكم على مصالحكم؟ تزرعوا زيكم زي كل الناس. كيف يعني؟ ايدنهم الخيار معهم برمي قدكم 5 مرات. وحياتك يا ابو ادم، مرات بشتري من دحبور الصندوق ب 7 شيكل وبتوفي معه. مظبوط ولا لا يا ضحبور؟ مظبوط يا معلم. طيب كيف؟ كلهم يا ضحبور كيف؟ بالفنادول. بس المهندسين الزراعيين اكدوا لنا انه الفنادول مضر. يا استاذ حكي فاضي. ولعاد ليش الوضع عم بيزيد؟ المهندسين الزراعيين ما بدهم مش مصلحتكم وبيخوفوكم وبيعملوا تجارب على ارضكم. اي بس يا ابو صالح بتلاقي الشب هيك مثل الحبكه، ومره واحده بنخسف عمره وبموت. واحده الله البني ادم قبل ما ينولد عمره مكتوب على جبينه. بعدين انا يا جماعه مش فاضي، بعته ولا ما بعتوش؟ احنا اتفقنا يا ابو صالح. توكل على الله. عصفور في اليد خير من 10 على الشجره. انا بايع. عقلي. شو رايك يا استاذ ابو تليد؟ والله يا حجي انا مش بايع. لا يا استاذ، يا استاذ ابو تليد، انا بقول وحد الله لحد ما نلاقي لنا حل. أنا 100 مرة حكيت لكم خلينا نفعل الجمعية. أوه كمان مرة الجمعية، يا أخي فيش إشي بزبط في هالبلد. هو لو فعلنا جمعية كان ما صار فينا هيك. لا أنا بفضل أبيع على البسطة بالشارع ولا أبيع على أبو صالح بتراب المصاري. على الشارع إذا بكل الشارع بسطات. أنا بحبش نضحك عليك، أنا مش بايع. وأنا مش بايع كمان، أنا بحبش نضحك علي. لا يا حجي. ولا يضحك علينا أبو صالح، هات الصندوق يضحك. أعطيها يا دحبور أعطيها. يلا تعال هاتوا هاي. يا حجي الريحة ولا العدم؟ لا ريحة بلا عدم. يا جماعة استهدوا بالله، حط منيح. أقول لك أنا سويت اللي علي وكل واحد فيكم بيعرف مصلحته. أبو صالح تفضل. أنا بعت على بركة الله. وأنا بايع. توكلنا على دحبور. ارفع يا دحبور. أبو آدم يا أخوي بالفنادول
بزيد المحصول. جربوه وادعوا لي. فلادول فلادول، المهم يزيد المحصول، نشتري تخت لهالكركور. شحلاني فكرك متشتي؟ هي لازم تشتي. والله لزراعك بالدار يا عود اللوز الاخضر، وروي هالارض بدمي تتنور فيها وتكبر. غابت الشمس. مظبوط، أظن غابت الشمس. يلا معلش، خير بغيرها. يا الله يا الله يا كريم. كاش تقوم؟ لا احكيك يا حجي لا احكي. يلا thank you.
هذا الموضوع بنسكتش عليه. الناس عم بتموت من السم وما في حدا سائل. أنا لازم أوصل الموضوع للمسؤولين. إلى الجهات الرسمية المحترمة، نظراً لتزايد عدد الإصابات والموت من كثرة استعمال المواد الكيماوية في مزارعنا، ونظراً لزيادة مصادرة أراضينا من قبل الاحتلال، ولعدم وجود طرق آمنة لتسويق خضرواتنا، نطالب المسؤولين بتعويضنا عن خسائرنا المادية والبشرية، كما نطالب بوجود رقابة لحمايتنا من المستغلين في السوق والحد من استخدام المبيدات السامة. التوقيع الأستاذ أبو تليد، قرية سيح، شيشبة. Thank you.
ممتاز ممتاز، يعطيك العافية يا أستاذ. موضوع مهم كثير، وبوعدك أطرحه على أجندة المجلس التشريعي. بس بدي إياك تساعدني بشغلة صغيرة، تجيب لي 1000 توقيع عشان يدعموا موقف. التوقيع، التوقيع، بس إن شاء الله تزبط.